أهلا بكم مشاهدينا، نشاهد هذه الصور المباشرة لمتابعة التطورات الميدانية في بيروت، حيث سجل منذ بعض الوقت إطلاق نار كثيف، وذلك خلال تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل الذين كانوا يطالبون بتنحية قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت طارق بيطار. وكانت قد رفضت محكمة التمييز للمرة الثانية هذه الدعوى القضائية التي قدمت لكف يد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الذي كان قد دعا إلى التحقيقات والاستجواب عددا من النواب والوزراء السابقين الذين كانوا في الحكومة حين حصل انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي. وكان سعى مقدما الدعوة الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر لاستبعاد القاضي بيطار عن التحقيق، وأيضا كانا يتهمانه بالتحيز وعدم الموضوعية. وللمزيد إذا نشاهد هذه الصور المباشرة للتظاهرات التي دعا إليها مناصرو حزب الله وحركة أمل من أجل تنحية القاضي طارق بيطار عن قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنا صالح، مرحبا بك سيد حنا. إذا نشاهد هذه الصور المباشرة للتظاهرات، منذ بعض الوقت أصدرت أو رفضت محكمة التمييز الدعوة القضائية لكف يد المحقق العدلي طارق بيطار عن هذه القضية، ما الذي يمكن توقعه من هذه التظاهرات، وما الذي يمكن توقعه أيضا في المستقبل القريب سياسيا بعد يعني رفض محكمة التمييز هذا الطلب؟ ما يجري في بيروت الآن محاولة ترهيب اللبنانيين، محاولة بالقوة لاقتلاع قاضي التحقيق. لقد استعملوا عبارة أبع قاضي التحقيق، والمؤسف أن قاضيا وزيرا في الحكومة محسوب على حزب الله وحركة أمل استخدم أيضا نفس التعبير. بدون شك قرار محكمة التمييز اليوم بالغ الأهمية، لأنه لا مسوغ قانونيا لإبعاد قاضي التحقيق عن دوره. لقد اعتمد طارق البيطار منهجية واضحة، كل مسؤول لبناني سياسي أو أمني تسلم تقريرا خطيا ورد فيه أن هناك نترات أمونيوم في المرفأ قد تفجر بيروت ولم يتحمل مسؤوليته، ادعى عليه بالجناية. يريد التحقيق معهم لوضع القرار الاتهامي. هذا الأمر هال حزب الله، هال نبيه بري، هال كل المنظومة السياسية المجرمة القاتلة التي تلاقت كلها لعرقلة قاضي التحقيق. لدينا وزير داخلية يمنع التبليغات ويرفض أن يوقف المتهمين، لدينا نيابة عامة تناصب قاضي التحقيق العداء بدون سبب، ولدينا إصرار من حزب الله على منع العملية. إنهم يريدون أن يسجلوا جريمة حرب غير مسبوقة ضد لبنان، ضد مجهول، كما فعلوا طيلة 3 عقود وأكثر. كل الجرائم لم تكشف، الآن يشتد الحبل على رقابهم. إنهم هم من أتى بشحنة الموت، وهم من دمروا قلب بيروت، وهم من تسببوا بإبادة جماعية. فالقتل حتى الآن 220 قتيل فضلا عن نحو 7000 جريح. سيد حنا أرجوك أنت باق معنا، لكن سينضم إلينا مراسلنا مباشرة من بيروت سلمان العنداري لإطلاعنا على المزيد من المتابعة الميدانية. سلمان تفضل، كيف تبدو الصورة الآن بعد إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطيوني وبيروت؟ نعم ميشا، يعني بعد نصف ساعة من بدء التجمع الاحتجاجي تنديدا بممارسات القاضي المحقق العدلي طارق البيطار بدأت التوترات. يقال بأن هناك إطلاق نار حصل قبل أن تتوتر الأجواء أكثر. هناك معلومات عن سقوط عدد من الجرحى، هناك توتر شديد، هناك يعني مطالبات أو دعوات من قبل الجيش اللبناني بإخلاء هذه المنطقة، منطقة العدلية والطيوني، وتحذير للمواطنين من التوجه إلى تلك المنطقة.
المنطقة بفعل إطلاق الرشقات النارية. بدأ الأمر بإطلاق بعض الرشقات من الرصاص، ولكن قبل قليل كان هناك وابل من الرصاص إن صح التعبير في تلك المنطقة، وتوتر شديد من مناصري حركة أمل وحزب الله، وأيضا مخاوف من أهل المنطقة أو سكان تلك المنطقة من توتر الأجواء أكثر أو تصعيد الأجواء بشكل أو بآخر. هذه الوقفة الاحتجاجية بدأت أمام قصر العدل كما قلت، تنديدا بممارسات القاضي المحقق العدلي طارق البطار، تطورت إلى إطلاق نار ومن ثم توتر الأجواء بشكل أو بآخر. ويقال بأن الأمور تتصاعد أكثر في تلك المنطقة، خصوصا وأن إطلاق النار حتى الآن مجهول الهوية. بعد إطلاق النار انسحبت آليات الجيش من تلك المنطقة لتعود بعد ذلك وتعزز من آلياتها ومن وجودها وانتشارها في تلك المنطقة في محاولة لتطويق ما يجري الآن في منطقة الطيوني وقصر العدل ومحيط قصر العدل. بالطبع مثل هذه الحوادث تذكر بحوادث حصلت قبل سنوات، عام 2010، عام 2007، عام 2008، عام 2011، وبالتالي الموضوع خطير جدا بحسب متابعين، خصوصا وأن توتير الأجواء تحت عنوان التحقيق، تحت عنوان التحقيقات وملف انفجار مرفأ بيروت، وأيضا توتير الأجواء داخل الحكومة اللبنانية ربما يزعزع الاستقرار أكثر في لبنان ويأخذ الأمور إلى مكان يعني ترسم حوله علامات استفهام. ننتظر أي بيان من قبل الحكومة، من قبل القوى الأمنية، الجيش اللبناني، ولكن التصعيد والتوتر مستمر في تلك المنطقة، وحتى الآن هوية مطلق النار مجهولة. على أي حال أنت باقنا لهذه المتابعة. نعود إلى الأستاذ حنا صالح مباشرة من بيروت، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حنا، كان قد هدد حزب الله بالانسحاب من هذه الحكومة، لا سيما أنه قيل ربما أن القاضي بيطار قد يضطر إلى توجيه أصابع الاتهام إليهم مباشرة بإدخال، أو يعني هم المسؤولون عن حملة النترات التي كانت موجودة في المرفأ. ما الذي يمكن قوله الآن في هذه اللحظات؟ هل يحاول هذان الحزبان السيطرة على القضاء اللبناني؟ بداية أريد أن أشير أن ما يحصل في الشارع الآن هو تنفيذ للتهديد الذي أطلقه في مجلس الوزراء أمام رئيس الجمهورية وكل الحكومة الوزير محمد مرتضى، عندما قال ستشاهدون على الأرض ما لم تتوقعونه، إنهم يرهبون البلد. واقعيا كل القرارات التي صدرت عن قاضي التحقيق العدلي، مروحة الدعاوى التي قدمها لم تشمل أي اسم من حزب الله، فماذا لدى حزب الله يريد إخفاءه لمنع التحقيق من أن يستكمل خطواته؟ هذا السؤال لم يجب عليه حزب الله، ولم يقدم أي حجة لطلب إسقاط التحقيق وإبعاد طارق بطار عن مهمته. أما الحديث أن طارق بطار يعمل وفق أجندة أمريكية وأن طارق بطار يريد تحقيق مفتوح كي يؤثر على الانتخابات وتتغير الأكثرية التي يقودها حزب الله، فهذه كلها ترهات لتغطية الهدف الأساسي. لقد عاش لبنان لعقود تحت عنوان سياسة الإفلات من العقاب. هؤلاء عاملوا اللبنانيين، كل الطبقة السياسية التي يقودها حزب الله، بأنهم أنصاف آلهة، بأنهم فوق القانون. فجأة وجد قاضي شجاع يعرف القانون ويعرف القضاء، وجدوا حالهم وقد حاصرهم القانون فانتفضوا. لا يريدون أن تسجل سابقة أن الطبقة السياسية حكمت. لقد روعوا اللبنانيين طويلا أنهم هم يملكون مصير الناس وحياة الناس. ما سيحصل في الأيام الآتية ونحن على مسافة يومين من 17 من تشرين، يجب أن يكون انتفاضة لبنانية في القضاء خميرة جيدة، رغم وجود قضاة أمثال مرتضى وأمثال مولوي الذي يشغل وزير الداخلية، فهناك خميرة جيدة، والقضاء يمكن أن يكون الرافعة لاستعادة استقلاليته ولحماية حقوق اللبنانيين وحرياتهم ووقف انتهاك حقوقهم.
شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والباحث السياسي حنا صالح. وينضم إلينا أيضا من بيروت الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة. مرحبا بك أستاذ أسعد. في آخر التطورات بحسب وكالة رويترز هناك 3 إصابات ضمن هذه التظاهرات التي دعا إليها مناصرو حركة أمل وحزب الله. هناك حديث من قبل مصادر لبنانية أن قناصين يطلقون النار يعني خلال هذه التظاهرات. ما الذي يمكن أن تشهده بيروت اليوم في ظل كل التطورات السياسية والميدانية في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت؟ هناك 6 إصابات ويتم الحديث عن أن هناك ضحية وقعت، هذا غير مؤكد. ما حصل الآن بعتقد أنه في سياق مشبوه جدا. بالأمس عندما قرر ثنائي حزب الله أمل أن يتظاهروا أمام قصر العدل، ضخت على وسائل التواصل أكاذيب مفبركة عن استنفار في مناطق ذات أغلبية مسيحية في بيروت، أشرفية، عين الرماني، وتم تمهيد الأجواء لما أعتقد أنه يحصل الآن. هل حصل إطلاق النار؟ المسؤولية الأساسية على القوى الأمنية، الجيش اللبناني، لإيضاح الحقيقة من أطلق النار، لأن هناك تحضير على ما يبدو من حزب الله للقول لجميع اللبنانيين، إما أن يطمس تحقيق في المرفأ ويبعد القاضي طارق البطار، أو أن البلد مقبل على فوضى غير منظمة. يعني هم يدفعون باتجاه الفوضى الكبيرة، وهم عطلوا الحكومة التي هي حكومتهم. يعني قرار الحكومة ليس بيد نجيب مئاتي، وميشيل عون الذي يشغل موقع رئيس الجمهورية يبدو أنه حتى الحد الأدنى من القدرة على القول لا لحزب الله لا يمتلكها. وزير حزب الله وأمل ضرب على الطاولة بالأمس وهدد، وهو قاضي بكل الأحوال، يعني قاضي سابق، وهذه طبعا مفارقة، لأن هذا السلوك يعني أن هناك حالة ميليشيوية تسيطر على الدولة وتلغي شيء اسمه الدولة اللبنانية. سيد أسعد، يعني التحقيق لم يصل إلى نهايته، لم يتم توجيه أصابع الاتهام إلى أي طرف بشكل مباشر. ما الذي يحاول أن يعني ما الذي يربك بين مزدوجين حزب الله وحركة أمل؟ لماذا يريدون أن يكف القاضي طارق بطار يده عن هذه القضية، ولماذا يدعون إلى هذه التظاهرات؟ عندما سمي القاضي طارق البطار كمحقق عدلي بديلا عن القاضي فادي صوان لم يكن يسعى لهذا الموقع، إنما قال إذا رميت المسؤولية علي أنا مستعد، وهذا ما يفعله بطريقة منهجية. لماذا يتصرف حزب الله هكذا مع أنه لم يتهم إلى الآن؟ لأن حزب الله يجد أن حركة القاضي طارق البطار وتحقيقاته التي يعني تحصل يطلب مع أدوات لحزب الله في السلطة إنما لابد ستصل إلى وضع الأصبع على الجرح. لذلك استباقيا هو عطل الحكومة لكي يقصي طارق البطار ويمنعه من استكمال التحقيق. السؤال المركزي الكبير هو أن لماذا حزب الله يتهم نفسه بتفجير مرفأ بيروت؟ حزب الله بهذا الإداء يقول أنا من المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت. وأضيف هنا يعني معادلة لا يمكن دحضها، عندما يتم إفراغ آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المتفجر في مرفأ بيروت الذي يسيطر عليه حزب الله بالمباشر وغير المباشر لمدة 7 سنوات. اسمح لي عذرا على المقاطعة، لكن يعني تجدر الإشارة إلى أننا نرى صورا مباشرة للتعزيزات الأمنية التي أرسلها الجيش اللبناني إلى منطقة الاشتباكات في طيوني تحديدا ومحيط قصر العدل. أرجوك ابقى معنا. وينضم إلينا للمزيد من المتابعة الميدانية مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، آخر التفاصيل والمعلومات الواردة إليك حول ما يجري في بيروت الآن.
نعم ميشا، توقف إطلاق النار قبل دقائق ولكنه عاد الآن وتجدد في منطقة الطيوني بالقرب من قصر العدل ومنطقة المتحف في بيروت. هناك معلومات تتحدث عن سقوط 6 جرحى حتى الآن، ومعلومات غير مؤكدة عن سقوط ضحية أو قتيل في هذه المواجهات أو إطلاق النار. الجيش اللبناني كثف من انتشاره الأمني في تلك المنطقة، وصلت آليات أو مجموعة من الآليات المؤللة إلى منطقة إطلاق النار، والجيش يحاول البحث عمن أطلق النار من أسطح أحد المباني في منطقة الطيوني في بيروت. إذن التوتر مستمر، التوتر يتصاعد في تلك المنطقة بعد هذه التظاهرة الحاشدة لمناصري حركة أمل وحزب الله أمام قصر العدل وفي منطقة الطيوني. وهناك أيضا تحذيرات أو مطالبات للمواطنين بعدم الاقتراب من تلك المنطقة، حتى أن بعض الصحفيين ابتعدوا عن تلك المنطقة وغادروا تلك المنطقة بعد توتر الأجواء وتصاعد حدة التوتر في منطقة الطيوني. إذن الجيش يكثف من انتشاره وهناك إطلاق نار مستمر حتى الساعة في منطقة الطيوني ومنطقة المنطقة القريبة من قصر العدل، وسط انتشار أمني كثيف جدا في تلك المنطقة. وكان سبق هذا الاعتصام وهذا الحادث أيضا تصريحات وتهديدات وتصعيد سياسي في الكلام السياسي عن هذه التحركات والتظاهرات في الشارع للضغط على المحقق العدلي كي يتنحى، أو للضغط على الحكومة اللبنانية كي تستبعد القاضي عن تحقيقات مرفأ بيروت. ولكن كانت المفاجأة اليوم برد محكمة التمييز دعوة طلب رد القاضي ورفض هذه الدعوة المقدمة من نواب حركة أمل علي حسن خليل وغازي زعيتر، وبالتالي يمكن للقاضي أن يباشر في تحقيقاته ويستكمل عمله. وحتى الآن قال مراقبون أو خبراء قانونيون إن ما يجري اليوم في الشارع هو يعني رد فعل لما يحصل فيما يتعلق بالتحقيقات، ورد فعل لعودة القاضي إلى عمله بعد رد الدعوة ورفض الدعوة المقدمة إلى محكمة التمييز. هذه هي التطورات من منطقة الطيوني على وقع إطلاق النار المستمر، على وقع تجدد إطلاق النار والتوتر الكبير في هذه المنطقة. نعم، من دون أن نعلم هوية مطلق النار في هذا الإطار. إشارة أخيرة ميشا، إلى أن كان أمين عام حزب الله حذر من فتنة في الشارع، من توترات في الشارع، وهذا ما حصل اليوم، علما أن هناك جهة واحدة موجودة في الشارع هي حركة أمل وحزب الله تعتصم اليوم في شوارع بيروت. وكان ضحايا أو أهالي ضحايا انفجار بيروت ألغوا كل نشاطاتهم المقررة اليوم أمام قصر العدل حتى لا يصار أو لا يحدث أي توتر في تلك المنطقة بين الطرفين. شكرا لك على هذه المعلومات مراسلنا سلمان العنداري. ونعود إلى الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة. سيد أسعد، هناك يعني بحسب رويترز نقلا عن مصدر عسكري لبناني، هناك قتيل وعدة جرحى، يعني يبدو أن العدد هو 6 حتى الآن. هل هذا السيناريو الذي يجري اليوم يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة، ربما سيناريو 7 أيار، سيناريو عام 2005، حيث دائما يحاول حزب الله السيطرة بأي طريقة، ربما يعني كف اليد يعني من قبل الدولة ومن قبل الحكومة عن أي ملف يتعلق به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ نعم، يعني طبعا كما قلنا في بداية المداخلة، قتيل وستة جرحى، هذا أمر يعني واضح أنه بداية لفتنة كبيرة يريد لها حزب الله أن يضع البلد وفق معادلة الآتية: إما أن توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أو نتجه إلى الفوضى، والفوضى ليست فوضى سياسية فقط، يعني أن يعطل حزب الله اجتماع الحكومة، هذا كارثة إضافية تضاف إلى الوضع الاقتصادي. أما أن يذهب إلى الشارع بهذه الطريقة في سيناريوهات مشبوهة وإطلاق نار، فهذا يعني أنه يضع العدالة في مرفأ بيروت مقابل الاستقرار النسبي. سيد أسعد، من جديد يعني أعذرني على المقاطعة، لكننا نتابع صور مباشرة لإطلاق النار الكثيف في منطقة الطيوني ومحيط قصر العدل في بيروت، وكل هذه يعني المناوشات التي تحصل خلال هذه التظاهرة التي دعا إليها مناصرو حزب الله وحركة أمل اليوم. سيد أسعد، يعني برأيك ما الذي سيحصل، أو هل ربما سيرضخ القضاء لرغبة هذين الطرفين أو هذين الحزبين السياسيين في لبنان؟
اللافت اليوم أن في افتتاحية صحيفة حزب الله صحيفة الأخبار أيضا تم التهديد والتهويل على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهو القاضي الذي استقبل مسؤول أمن حزب الله وفيق صفا، فتح أبوابه واستمع إليه ولكن لم يغير رأيه بأن يضغط على القاضي طارق البطار. حزب الله وضع معادلة تصاعدية للتصعيد، هي تعطيل مجلس الوزراء إذا لم يتخذ قرار، وهو قرار إذا ما اتخذ سيكون غير دستوري لأنه تدخل بالسلطة القضائية بإقصاء طارق البطار، أو مجلس القضاء الأعلى الذي هو فعلا لديه الصلاحية، ولكن هل يقوم مجلس قضاء أعلى بإزاحة قاضي واضح أنه يعمل بطريقة منهجية للوصول إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة في أكبر جريمة شهدها لبنان؟ عندها إذا حصل هذا الأمر بضغط من حزب الله يكون القضاء قد أطلق الرصاص على رأسه ككل، ولم يعد هناك مؤسسة قضائية. بالفعل حزب الله يذهب ويتم إلى أن يلغي كل المؤسسات ويحولها إلى أرض محروقة، بمعنى انتهاك السيادة من خلال إدخال البترول الإيراني، الإطاحة بالمؤسسات، اشتراط على القضاء بأنه إذا لم يفعل كذا وكذا فإنه سيكون قضاء مسيسا، ونطلق عليه لغة الشارع ونعطل الحكومة. إذا بوجود حزب الله باعتقادي أنه لا إمكانية، لأن على الرغم من شجاعة القاضي بطار وصمود بعض القضاة لا إمكانية لأن يستمر في هذا التحقيق. للأسف التحقيق اللبناني لو تولاه قضاة شجعان فأنه لن يؤدي إلى نتيجة. سيد أسعد، اسمح لي أن ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي أحمد عياش مباشرة. أهلا بك سيد أحمد عبر سكاي نيوز عربية. قراءتكم الأولية لكل هذه التطورات اليوم في بيروت، اشتباكات مسلحة في الطيونة ومحيط قصر العدل أثناء التظاهرات التي دعا إليها مناصرو حزب الله وحركة أمل، يعني محكمة التمييز في لبنان للمرة الثانية ترفض دعوة كف وإقالة يعني يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، قراءتكم لكل هذه التطورات؟ يعني سيدتي أول شيء طبعا يعني لابد من إبداء الأسف، لأن أن تراق الدماء أيا تكن هذه الدماء من أي جهة أتت، لكن المقلق طبعا أن نعود إلى هذه السيناريوهات أو هذه المشاهد التي تذكرنا بماض أليم جدا في هذا البلد، أن تكون الأمور ذاهبة في اتجاه معين. نحن نتحدث اليوم عن مسيرة أو تحرك في الشارع قام به ثنائي حركة أمل وحزب الله فيما يتعلق بموضوع تحقيق القضائي، لكن أن يطل فجأة سيناريو أمني ومثير للاهتمام، وفي هذه المنطقة بالذات نحن نتحدث على بعد كيلومتر فقط من مكان قصر العدل حيث هي وجهة التظاهرات كانت مقرر لها، أن يطل ويقال لنا القناص. القناص هو يعني يعيدنا إلى الحرب الأهلية في لبنان التي عشناها في العام 1975، يعني قضية قديمة جدا، لكن القول أن هناك قناص هي بحد ذاتها هي أمر مقلق. قبل إطلاق الاستنتاجات والذهاب بعيدا، نحن نتحدث اليوم عن واقع يتدحرج، الأمور تتفاقم ولا نعرف على المقاطعة سيد أحمد، لكن نرى بهذه الصور المباشرة الجيش اللبناني يقوم بإرسال تعزيزات أمنية وبانتشاره في منطقة الطيوني، هذه صور إذن مباشرة من هناك، يعني بمحاولة السيطرة على كل هذه الاشتباكات المسلحة التي تجري خلال هذه التظاهرات. كنت تحدثت عن طبعا أنه نعم، يعني كنت تتحدث عن فكرة القناصة وإطلاق النار، يعني بهذه الأثناء هناك إطلاق نار كثيف، وأيضا معلومات تتحدث بحسب الوكالات الصحافة العالمية هناك قتيل حتى الساعة وثمانية جرحى. سيد أحمد، يعني إلى أين سيصل البلد برأيكم بهذه الاستراتيجية وهذا المخطط إن سمح التعبير الذي يعتمده حزب الله؟ نحن الآن في خضم مسار معين بدأ ومنذ فترة طويلة، طبعا نحن نتحدث عن دويلة هي تهيمن على الدولة اللبنانية وهي دويلة حزب الله، لكن هذا المسار ما هو مستمر ويمضي قدما إلى الأمام، ولكن للأسف بكلفة باهظة، واليوم يضعنا عند مفترق خطر.
الظاهر في الأمور هو القول بأن هناك تحقيق قضائي مشكو منه، هكذا ما عبر عنه الأمين العام لحزب الله بالأمس، وذهب بعيدا في تهديد قاضي التحقيق المحقق العدلي. لكن القضية اليوم تتجاوز التحقيق القضائي، المسألة تتعلق اليوم بالأمن في لبنان، بالاستقرار في لبنان. مشهد الجيش اليوم يحاول السيطرة على الأمور هو مرحب به، ولا خلاص للبنان ولا ملاذ للبنان إلا بالعودة إلى الاستقرار الأمني. إنما فيما يتعلق بما حصل اليوم تحديدا لابد من طرح علامات استفهام. عندما تخرج إلى العلن قضية هناك قناص في مبنى وهناك رصاص انهمر وقتل شخص وجرح آخرين، السؤال اليوم من يستطيع أن يضع يده على هذه القضية فالذهاب إليها مباشرة؟ نحن هذه المنطقة تحديدا سيدتي هي منطقة أمنية بامتياز، لا شك أن حزب الله وحلفائه له نفوذ كبير في هذه المنطقة، أيضا هي أيضا منطقة لها علاقة بالجيش اللبناني، هناك المحكمة العسكرية قريبة من المكان، هناك المستشفى العسكري، هناك مقرات وأماكن سكن للضباط اللبنانيين. نحن نتحدث عن ما هي الرسالة بالتالي يعني سيد أحمد؟ ما الذي أراد مناصرو الطرفين القول للبنانيين عموما يعني بإرسال هذه يعني أو دعوة لهذه التظاهرات في تلك المنطقة تحديدا؟ يعني ربما يجب توضيح هذا السؤال الذي تفضلت به، ليس هناك من مناصرو، هناك مناصر واحد، هناك ما يشبه يعني الفيلم ببطل واحد ألا وهو حزب الله. حزب الله هو يقود الأحداث اليوم ويطرح طبعا، لكن حركة أمل وافقت سيد أحمد يعني على هذه التظاهرة وعلى هذه الدعوة بقيادة حزب الله. نعم، وبقيادة حزب الله. نعم، هناك قائد وهناك من يمتثل بأوامر القائد، لكن دعيني أقول لك وهذه معطيات، أنا أتحدث عن معلومات أمنية. في الأيام الأخيرة جرى التحذير من مخططات لتفجير الوضع في لبنان، هناك معلومات تشير إلى أن هناك تحركات لحزب الله أمنية، نتحدث عن تحركات أمنية، وجرى في إحدى الحالات التصدي لمحاولة معينة هي محاولة تجسس يقوم بها عناصر بحزب الله على إحدى الشخصيات السياسية في هذا البلد. هذه معلومات، أنا أتحدث عن معلومات وليس تحليل، مما يعني أن الأمر يجري البناء عليه، يعني هناك في أرضية تتحضر اليوم لإطلاق مسار أمني في البلد وليس مسار سياسي وليس مسار قضائي، نحن نذهب إلى مسار أمني. هناك من يشبه الوضع بما حصل بسبعة أيار الشهير، 7 مايو أيار في العام 2008، عندما هناك قيل الكثير حول ما جرى في تلك الأيام، احتجاج كان لحزب الله على قرارات حكومية اتخذت في ذلك الحين، لكن تفاعلت أمنيا وبدأنا نشهد اليوم ما جرى في العام 2008. في العام 2008 كانت نقطة تحول، ليس لقى علاقة فقط بالأحداث الأمنية ولكن تحول سياسي، نحن ذهبنا إلى اتفاق الدوحة ذات يوم وقيل أن أعيد تأسيس الواقع السياسي في لبنان بناء على الأحداث الأمنية. السؤال هو وهو سؤال مشروع، هل ما يجري اليوم يحاول تحضير الأرضية لتغيير ما في السياسة في لبنان، ولكن بكلفة، بإطلاق رصاص، بضحايا، بفوضى أمنية؟ هذا سؤال مشروع جدا، ولكن علينا اليوم أن هذا الحدث يتدحرج، لا يمكن القول والذهاب إلى الاستنتاج بأننا أمام مرحلة يعني عابرة. نعم، هو الأرجح أننا ليس مرحلة عابرة لكن مرحلة مستمرة، وللأسف هذا هو ما حاصل اليوم. سيد أحمد، يعني كنت تحدثت عن معلومات بأن حزب الله يذهب يعني باتجاه تفجير الوضع في لبنان، هناك تحركات أمنية بحسب تعبيركم، كان هناك تصدي لمحاولة تجسس على إحدى الشخصيات، هل كل هذه التطورات وهذه المعطيات والمعلومات التي تتحدثون عنها تعيد إلى الذاكرة سيناريو عام 2005، سنة الانفجارات التي حصلت وذهب ضحيتها العديد من أطراف الرابع عشر من أذار وما كان يسمى بالرابع عشر من أذار آنذاك؟ هو الأرجح اليوم أن نقارن بما جرى في 7 أيار مايو
2008 أكثر مما حصل في العام 2005. 2005 كانت القضية الكبرى هي اغتيال الرئيس الشهيد رحمه الله رفيق الحريري وما تلاها من مسلسل اغتيالات. أما في العام 2008 كان الأمر يأخذ اتجاها آخر، حزب الله يريد الإمساك بزمام الأمر في لبنان، ولكن توسل في ذلك الحين الموضوع الأمني، الموضوع الأمني الذي تفاقم وأدى إلى تسوية سياسية. اليوم حزب الله لا يخفي بأنه يريد شيئا في هذا الواقع. سيد أحمد عذرا على المقاطعة، هناك أنباء تتحدث عن سماع ضوء انفجار الآن في بيروت، يعني وكالة رويترز تقول بهذه الأثناء سمع ضوء انفجار في بيروت، يعني هذه هي الأنباء المتوافرة حتى الساعة. يعني في هذا الإطار سيد أحمد، يعني كانت ردت يعني الردود سريعة، الردود الأمنية التي تتحدثون عنها، ما الذي يمكن توقعه بعد؟ هذا ما يعني تم، يعني عفوا أنا بتواضع أقول هي الإشارة إلى هذا الأمر. حتى تكتمل عناصر هذا المشهد الأمني يجب توسيع رقعة المشهد. نحن نتحدث عن بيروت، ولكن الأمر هناك كان في منطقة يعني تعتبر متاخمة لبيروت، منطقة الطيون ومنطقة قصر العدل. إذن توسيع الإطار هو لإذكاء، لإعطاء، لرمي حطب أو لرمي وقود في النار المشتعلة اليوم، من أجل التأثير، من أجل أخذ الأمور في هذا الاتجاه، والقول أن هناك أزمة كبرى في لبنان يجب الذهاب إلى إيجاد حلول. لكن لا أحد يعلم من سيفاول، هكذا نسمع الآن، نسمع أصوات إطلاق النار. هذا ما حصل تماما في العام 2008. بقيت الأمور أيام، مشهد أمني مخيم على لبنان، حتى دخل على المشهد الأمني أمرا سياسي بما أخذ الأمور في الاتجاه الذي ذكرناها للتو. لكن لا يمكن تكرار الأحداث في التاريخ. نحن نتحدث عن شيء مشابه، لكن لا علينا توقع فورا يعني خواتم أو نتائج مماثلة. ربما الأمر يأخذ منحى آخر لا أحد يعلم. لكن هي ترجمة، يعني طبعا نحن نطلق أحكام، لكن هي معروفة عند الكل في لبنان وخارج لبنان. نعم سيد أحمد، ناجم عن وقع. أرجوك اسمح لي أن نذهب إلى مراسلنا في بيروت سلمان العنداري، أرجوك أن تبقى معنا سلمان. يعني آخر التطورات، هناك حديث بحسب وكالة رويترز عن سماع ضوء انفجار في بيروت، ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم ميشا، بداية هذا الصوت القوي الذي دوى في بيروت وفي الأحياء المحيطة بمنطقة الطيوني ناتج عن إطلاق قذيفة B7، وهو سلاح متوسط يعتبر، أطلق من منطقة معينة في منطقة الطيوني، ولذلك سمع سكان بيروت وسكان الأحياء المحيطة من منطقة الطيوني هذا الضوي، هذا الانفجار القوي. يعني تصلنا العديد من الفيديوهات والصور عن انتشار لمسلحين في منطقة الطيوني، انتشار وتبادل لإطلاق النار، هناك استخدام للأسلحة، الأسلحة الرشاشة والأسلحة المتوسطة في هذه الاشتباكات. حتى الآن الجيش، وهناك معلومات تتحدث بأن الجيش يبحث عن المشتبه به الذي أطلق النار من أسطح إحدى الأبنية، ولكن لم نعرف حتى الساعة هوية من أطلق النار أو من بدأ بإطلاق النار في هذه الإشكالات أو الحوادث التي بدأت في بيروت قبل نحو ساعة. ولكن دعيني، هناك خبر عاجل يجب أن أقرأه على الهواء من مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قبل لحظات إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وهو يتابع مع قائد الجيش الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الأمور في تلك المنطقة ولمحاسبة وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى وقوع عدة إصابات، كما تواصل مع رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان نبيه بري. إضافة إلى ذلك تابع وزيري الداخلية بسام المولوي والدفاع أحداث ما يجري في بيروت حتى الساعة، وهناك انعقاد طارئ للمجلس الأعلى للمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية بعد أقل من ساعة لمعالجة هذه التداعيات الأمنية والأحداث الأمنية المتسارعة في البلاد. على خط آخر، الجيش أرسل تعزيزات إضافية إلى تلك المنطقة ويحاول تهدئة
الأمور. وكما قلت تصلنا العديد من الفيديوهات لتراشق لإطلاق النار، تبادل لإطلاق النار مع جهة مجهولة، وأيضا لتبادل الحجارة أو رمي الحجارة على القوى الأمنية بين المتظاهرين والقوى الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني. إذن الوضع ينفلت إن صح التعبير في تلك المنطقة وتتوسع، حتى أن إحدى المدارس كانت مفتوحة اليوم في منطقة فرن الشباك، أصيب التلاميذ، أصيب الطلاب الأطفال بهلع شديد نتيجة إطلاق النار الكثيف من المنطقة القريبة، أعني بهذه المنطقة منطقة الطيوني، منطقة الشياح والقريبة من منطقة فرن الشباك بطبيعة الحال. هذه هي الأحداث حتى الساعة، المعلومات تتحدث عن 8 جرحى، عن قتيل، عن تجدد لإطلاق النار، وننتظر أي بيان من حركة أمل، من حزب الله، أو من جانب الجيش اللبناني الذي حذر أيضا المواطنين من عدم الدخول إلى تلك المنطقة أو التجول في تلك المنطقة على اعتبار أنها منطقة خطرة. وأيضا علمت من عدد من المحامين الذين حضروا اليوم إلى قصر العدل لممارسة مهامهم الطبيعية بأنهم غادروا هذه المنطقة نظرا للخطر الكبير في تلك المنطقة بعد إطلاق النار وبعد تجدد هذه الاشتباكات التي لا نعرف حتى الساعة من هو الطرف الآخر في هذه الاشتباكات. شكرا لك مراسلنا سلمان العنداري من بيروت على كل هذه المعلومات. أنت باق على أي حال لمتابعة هذه التغطية الميدانية اليوم؟